شركة لحسعد للإنتاج تقدم. إذن أعزائنا المشاهدين تستمر مواهب إذا ولميت وتستمر مع أيضا لقاءاتنا واستجواباتنا. إذن معنا اليوم بعض شباب الدوار سيتحدثون لنا عن الفن الأمازيغي ككل. معنا الآن كل من عبد الله والمحجوب وأيضا الحسين من بين شباب هذه القبيلة. سيد محجوب، لو نتحدث شيئا ما عن الفن الأمازيغي ككل، أين نصنف الفن الأمازيغي من بين الفنون الأمازيغية الكثيرة طبعا والأصيلة؟ هو لكن جاوب سمازيغ تغيك اللي نسن إزا أمارجا مازيغ المنطقة نسوس كلوت إتيو السان سروح انت مازيغت دا ديوالي وانت درنين إيجا الروح نسوس إيا نتاخذ كله ينبع يدرنات كله داخل يدورنا كله ينبع الفنات تصريت كي لا إيجا عصري أصلا نصيد دمان إيجا يدرنات كله غير نسوس. نعم، لو يتحدث لنا الأخ عبد الله بطريقته الخاصة أيضا، الفن الأمازيغي الأصيل الذي بدأنا نلاحظه في المدة الأخيرة، كيف بدأ وإلى أين سيذهب؟ هل سيلقى رضاء الجمهور؟ مريكين أخي ما عبد الحميد أمرقنا أنت ما زرت أنا مريك زي ما يقال لي أتيق مقرن لأنه أتيق مقرن ولا لأن الرويس لأن أغنية الرويس ميدلان تيو شهر كنا كده سكن قال مواهب نكني المهم ان شاء الله راني ولا غالي واتي مقرن. اذا حبدا لو نستمع من افواه هؤلاء بعض الاغاني يلقنون اللغه الامازيغيه ومعها الموسيقى ايضا، سنستمع الى بعض موسيقى الامازيغيين الاصليين والعصريه ايضا.